معنا الآن الأستاذ مطر راشد النيادي، صاحب ومدير عام محطة ومغسلة الريف في مدينة العين. طبعا بالبداية أستاذ مطر، أسعد الله أوقاتك. الله يحييكم يا مرحبا بكم وسعدت مساء جميعا. الله يسلمك يا رب. أول شيء يعني إحنا سعيدين بوجودك معنا في برنامجنا، برنامج كفاءة الإمارات وكلنا زايد، وإحنا أيضا نعتبرك ككفاءة إماراتية وأيضا كتجربة إيجابية إن شاء الله راح نلقيك للأجيال القادمة يعني. ولكن هنا بدنا نتعرف للمشاهدين بحضرتك، يعني أكيد هناك بدايات، هناك مكان ترعرعت فيه، هناك طفولة، هناك نشأة في حياتك كانت يعني زي أي بداية كانت لأي شخص في حياته، يعني نتكلم عن هاي المراحل العلمية والعملية في حياتك. والله يا أخي أنا يعني واحد من أهل العين، من سكان العين، وترعرعت وتربيت الحمد لله ما بين الأهل وهل العين وما بين ربع عندهم كلهم الموجودين هنا. نعم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله مثل ما ترى أنت، الله من علينا سبحانه وتعالى بالمغسلة هذه. نعم. نتكلم شوي عن مدينة العين، هذه المدينة الوردية اللي تمتاز في جمالها وفي يعني طبيعتها أيضا في هذه، يعني نتكلم شوي عن أكيد يعني في هذا البرنامج أيضا كمان يعني والدنا وأبونا وباني مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه، يعني عن مكان الشيخ زايد ماذا تحدث؟ والله يا أخي مدينة العين هي غنية عن التعريف أول شيء، يعني مدينة حقيقة يعني الله يغفر ويرحم الشيخ زايد يعني بنى وأسس، وإلى فضل من بعد الله سبحانه وتعالى يرجع الفضل له الشيخ زايد، لأنه هو من أسس وهو من بنى. ويوم تسأل الناس لكبار السن ما تصدق اللي كيف كانت العين وكيف كانت في عهد الشيخ زايد. نعم. يعني نسأل الله أن إن شاء الله يغفر له ويرحمه ويجزي خير جزاء عنا وما قدمه لنا لبلادنا ونحن بالذات أهل العين يعني. نعم. ويطول بعمار الشيوخ إن شاء الله والحمد لله. يعني نتكلم شوي، يعني احنا من ضمن اصدقائنا ومعدين للبرنامج يعني وجدنا انه سمعه وشعبيه عاليه يعني محطه الريف تتمتع فيها، يعني السؤال كيف جاءت هذه الشعبيه سيد؟ اول شيء الشعبيه او السمعه الطيبه ترجع يعني اول شيء نرجع لفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا اول شيء. ومن ثم طول عمرك الجهد اللي حق النابه ومصرة الريف، يعني اسم الريف هذا ربما يعني له عده معاني، يمكن بعض العرب الريف المعروف هي المناطق القرى اللي هي حول المدينة، لكن عند البدو بعد لها معنى آخر، وهو الريف أحيانا يكون النسيم الصباح أو قبل الصباح أو قبل الفجر يسمونها الريف أو يسمونها الصبا أو يسمونها من الأسماء هذه كلها. فلذلك الاسم مرتبط مع يعني البيئة البدوية الموجودة مع الناس الموجودة هنا. نعم. والحمد لله يعني اسم خادم مكانته وهذا من فضل الله قبل كل شيء. الحمد لله. نتكلم يعني عن اللي أكيد يعني ما شاء الله الاستاف والموظفين الموجودين عندك داخل هذه المحطة، ونتكلم عن الخدمات اللي بتقدمونها وعن الجودة اللي اكتسبتوها في هذه المحطة. والله نحن الحمد لله على قولة ما قالوا نحن يعني ليس الوحيدين، ولكن ربما نحن متفوقين حقيقة يعني. نعم. نحن من خلال تسأل الناس الموجودين، نحن عندنا أول شيء عامل السرعة. نعم. وعندنا ربما يعني أنا مركز على السرعة لأن نحن في عصر السرعة. صحيح. فأنت ممكن ربما تخلص أمورك سيارتك بجميع خدمات ما تحتاجها في خلال 20 دقيقة وانت طالع. نعم. بالإضافة للجودة طبعا. بالإضافة للجودة يعني لو تلاحظ أن عندي الريف أنا أخذ دائم من شركة سيدان وليس دعاية لهم، ولكنهم حقيقة هم يعطوني نوعية من الشامبو ألماني، هذا أنا متخصص فيها بالذات هنا موجود. نعم. في العين تعطي لمعة للسيارة وتعطي يعني أشياء تختلف عن باقي المغاسل. وعندنا خدمات بعد كذلك متواجدة عندنا نحن كان إحنا يعني بالإضافة للخدمة هذه والجودة عندنا عامل السرعة عندنا، هذا يعني يحتاج إلى جهد. الجهد شو ما هو؟ لأن نحن حط يعني عامل، أنت لما تدخل السيارة تتكلف عندي أنا في خلال 20 دقيقة هذه في حوالي 4 عمال عليها. في خلال 20 دقيقة هذه تطلع من 4 عمال كل واحد قايم دوره. بالإضافة للخدمات اللي قلت لك عنها يعني. نتكلم عن ليش اللي ميزك أيضا وخلاك تكسب ثقة الناس فيك، يعني ما هو الشيء اللي ميزكم أيضا؟ أنا قلت لك الميزنا فيه أن نحن هو أول شيء عامل السرعة. نعم. بالإضافة للمواد المستخدمة عندنا. نعم. المغسلة تختلف عن باقي المغاسل، وأنا يعني ما أحقر باقي المغاسل، لكن أنا أقول لك باللي عندي. نعم. أنا أختلف بسبب أني أنا المواد أجيب مواد مميزة وكواليتي عالية في جميع. نعم. من جميع النواحي.
يعني هل يعني من ملاحظات أو هموم يعني تواجه هذا القطاع تحديدا سيدي؟ والله هذا القطاع طال عمرك وهذا النشاط احنا نقدر نقول نسميه هذا طال عمرك نشاط مش يعني وليد اليوم، يعني هذا نشاط قديم، نشاط قديم وعصر قديم وموجود في جميع انحاء دول العالم، والتنافس موجود، ومثل اي تجارة ومثل اي كواليتي ومثل اي ماركة ومثل اي شيء، فالانسان دائم يسعى للتطور وما يريد شو يقدم. وانا يعني معظم الزباين عندي من المواطنين بسبب اني انا متميز بقلت لك بخدمة كواليتي ما قدمها الا من الناس، والمغسله يعني مش من امس يعني مثلا عملها صار لها تقريبا من عام 1992 تقريبا. لا لا لا، المغسله طال عمرك بدات من 1990 1990 ايه. نعم، وحتى انا اقول لك ان المغسله كيف جت الفكره هي لو نرجع احنا من البدايه. أيوة. مفروض اقول لك اياها هذه، انا ما كانت حتى عندي يعني فكره عن شغله المغسله وعن الاشياء كلها، لكن هذه هي بدات في عام 90 على ايام غزو صدام بالكويت في الأيام 90 بالضبط كان، وتدري وكان شوية الناس وقت، فأنا اضطريت أني أشغل المغسلة لأن ما لقيت من يستأجرها، فعرفت كيف؟ فمعظم الناس ومعظم الشباب المواطنين في ذاك الوقت ما في حد يعني يدير البروحة مثل المغسلة، لكن أنا جبرتني الظروف في ذاك الوقت سنة 90 وبديت أنا بروحي شغلت والحمد لله مشت ومشت الامور من ذاك اليوم وعمرها الحين الان 30 سنه ما شاء الله عليك. ما شاء الله. يعني انسان مكافح حضرتك يعني في حياتك كلها. والحمد لله اني مكافح في اشياء اخرى غير هذا ما يعتبر كفاح يعني. نعم. لكن هذا يعني مثل ما تقول مشاركه وخدمه نقدمها للمواطنين لبلادنا. احنا بهمنا اللقاء يعني كمان كنركز عليك انت شخصيا استاذ مطر، يعني اكيد يعني كتجربه ايجابيه ان شاء الله الاجيال القادمه عملنا نلقاك فيها، اكيد متزوج يعني ولديك من الأبناء، يعني نتكلم عن أبنائك ماذا عملوا في حياته، أكيد كل رجل عظيم وراء إمرأة، يعني نتكلم عن دور الإمرأة بحياتك أكيد كان مهم جدا. والله المرأة الحمد لله أنت مثل ما ترى يعني وجود المرأة في جميع المجالات موجودة عندنا في الإمارات نحن بالذات، وثبتت وجودها ويعني لا أتذكر تحضرني الحين اللي هي مثلا عندك مريم المنصوري تذكر وقتها أخذت سمعة إماراتية على مستوى العالم. نعم. اي أيوة والله، وغير ومن فضل الله نحن وتوجيهات شيوخنا وانهم يعني يشجعون هذا الجانب. نعم. جانب من ساي بالعكس نحن نشجع ونرحب به. نعم. استاذ مطر يعني نتكلم شوي يعني عن الحمد لله رب العالمين، ننتقل للجانب اخر وهو الجانب الوطني يعني في دوله الامارات، يعني وناخذ منك رساله يعني الى المستثمرين الخارج اللي يريدون الاستثمار داخل دوله الامارات العربيه المتحده، وانت ابن لهذا الوطن يعني اللي ما شاء الله عليك انتمائك وولائك الحقيقي لدوله الامارات العربيه المتحده، يعني والحمد لله ايضا يعني دوله الامارات تنعم في نعمه الامن والامان، يعني اين وجد الامان وجد الاستقرار والاستثمار، يعني كيف تنصح المستثمرين يريدون الاستثمار داخل هذه الدوله؟ والله طول عمرك النصيحة لله أول شيء، والنصيحة أنصح لكل من يريد أن يجي للإمارات، ما في بلد من فضل الله علينا مثل مستوى الإمارات من ناحية الأمن ومن ناحية الأمان من ناحية حقوق العاملين ومن ناحية يعني التشريعات النظام من ناحية التسهيلات من جميع النواحي، مثل ما أنت ترى نحن الحمد لله في بلدنا من كل مكان موجودين وهم يشهدون بذلك. صحيح. مش أساس أن نجامل لأجل بلدنا، ولكن بلدنا الحمد لله موجود فيها الاستثمار وموجود فيها التسهيلات وموجود فيها يعني حقوق الأجور، ما موجود في أي بلد تحصله من هل عندك أنت. صح. عامل بسيط راتبه عندك، شوف المغسلة هذه عامل لك راتبه مثلا 1000 درهم ولا 1500 درهم ما أدفعه في شهر سووا لك علينا على العمال كلهم. صح. يدل على هذا أن هناك في قانون وفي نظام وفي كل شيء، إذن حقوق العامل محفوظة، حقوق المستثمر محفوظة، بالإضافة لمن فضل الله علينا وفضل شيوخنا الأمن والأمان متوفر بكل شيء عندهم، ونرحب بأي واحد اللي مستثمر سواء كان من برا ولا من عنده، وأنا أشجع صراحة خصوصا الشباب يعني. نعم. ولو من شيء بسيط يبدأ. رسالتك للشباب أكيد بقول لك مشوار الألفية اللي يبدأ بخطوة. ما في شك. كيف تنصح الشباب؟ الشباب أنا أنصحهم بالعكس، الشباب يبدأ ولو بشيء بسيط، لو يعني التأسيس من 50,000 ممكن يطلع أكثر في خلال سنوات يضاعف عليه. نعم. وهو يعني وجهده واجتهاده. نعم. والله أودي لهم رسالة شكر وتقدير يعني مني ومن جميع المواطنين يعني. نعم. وأتمنى لهم التوفيق في أينما وجدوا، والله يقويهم إن شاء الله.
والله يزيدهم إلهام في كل ما هو خيرا للبلد بإذن الله تعالى. ما هي رسالتك أيضا إلى الوطن وقائد الوطن سيدي؟ قائد الوطن ما نقدر قلنا يعني مهما شكرنا فيه ومهما قلنا فيه ما نوفي حقوقه، لا هو ولا جميع حكام الإمارات حقيقة. إحنا نقول محظوظين وفي نفس الوقت محسودين. أي والله إحنا محظوظين فيهم فضل الله، ثم أننا محسودين من الآخرين. يعني أنتوا كثير من الناس الحين لما نسافر ونتقي من الناس يقولون نتمنى لو يجينا واحد من حكامكم بس فترة، يعني من باب المزح تحصل مزح يقول يحطون حاكم من حكامكم، وأنا كثير سمعتها. لكن هذا من فضل الله، نحن حقيقة محظوظين بهم في نفس الوقت محسنين. نسأل الله أن يحفظهم من كل حاسد وأن يدوم علينا الأمن والأمان إن شاء الله، وأن يوفقهم يعني بكل خير. يعني لو قدر لك أيضا يعني والتقيت يعني في رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أن هي حفظه الله وراه، يعني ما هي الكلمات الطيبة التي تود أن تقول له؟ والله أتمنى له الصحة والعافية، وأن الله يرزقه كل خير، وأن يديمه لهالبلد إن شاء الله، هو ولي عهد الأمين وباقي حكام الإمارات ورئيس الدولة ونائبه ولي عهد أبو ظبي. اللهم أمين. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني في هذه الكلمات الطيبة لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة الأستاذ مطر راشد النيادي صاحب ومدير عام محطة الريف في مدينة العين. إحنا نتمنى لك التوفيق وكن ضيف عزيز غالي على برنامج كفاءات الإمارات. وهل من رسالة أخيرة عبر القناة سمع الخليج؟ والله أنا أتمنى لكم كل خير وأشكركم كل الشكر عنكم جيتون عندي، وأنا حقيقة ما عد نفسي من التجار ولاني من رجال الأعمال، أنا رجل يعني مثل ما تقول مجتهد ولكل مجتهد نصيب. وجزاكم الله خير أنكم أنتم جيتوا وسألتوني عن باقي الأشياء هيك. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني ينضم إلينا أكيد ابنه للأستاذ مطر المهندس خليفة مطر النيادي. بالبداية مهندس أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتكم ونتشرف بهذه المقابلة الحلوة. يعني لو بدنا نعرف المشاهدين بحضرتك يعني المهندس، يعني نتكلم فيها عن بدايتك طفولتك كيف كانت، ونحكي عن الدراسة اللي دراستها كانت حبا فيك أو رغبة من الوالد أو الأهل؟ لا والله هي حبا مني أنا. قبل بعمرك أنا درست في أمريكا الهندسة الصناعية، ولله الحمد توفقت فيها ورجعت في من الهندسة نفسها في 2014. توفقت هناك في الدراسة وردينا هنا واشتغلنا. الله يطول بعمار شيوخنا، هم اللي وفروا لنا البعثات ودرسونا وكل شيء، والحمد لله. يعني من أنا كنت طفل كنت أبغى أكون مهندس. القصة اللي هي أن الوالد الله يطول بعمره من أنا صغير كان يصغرني المهندس خليفة. سبحان الله، يعني حط هاي الفكره في راسي، حققت له الحلم يعني. والله الحمد لله، اللهم لك الحمد اني وصلت هالشيء ورفعت راسه، اللهم لك الحمد. نحكي عن الصفات اكيد، يعني بقول لك فرخ البط عوام دائما، يعني نحكي عن الصفات اللي اخذتها من والدك. والله ابوي هو مثلي الاعلى، علمني وايد اشياء منها الصبر والتحمل، يعني في اوقات خاصه في الغربه انت تضيء وكل شيء، ف يعني تعلمت هاي التحمل المصاعب. من أنا صغير كان يخليني أعتمد على نفسي، أسير مثلا عندي أي مشكلة بروحك تخلص أمورك، بس اللهم لك الحمد توفقنا فيها. يعني ما شاء الله عليك، يعني سماك وبجوهم، يعني ما شاء الله عليك الحمد يعني الشباب عليك الطموحين والناجحين أيضا. ما عليك زود والله الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا توفيق من الله ويعني متابعة الوالد لي والحمد لله. نعم. يعني أنت من الشباب الإماراتيين الناجحين والعزين والشرفاء، يعني كيف بتنصح الشباب؟ قول لك المشوار ألف ميل يبدأ بخطوة، كيف تنصح الشباب يعني الوطن العربي الأجمع؟ والله أول شيء لازم تخطط مستقبلك وتشوف أنت شو تحب. يعني إذا كان خاطرك مثلا كنت في المالية ولا في أي دراسة معينة، يعني لازم أنت تشوف شو اللي أنت تباه، بعدين تبدأ تقرأ عن التخصص هذا ولا تبدأ تقرأ عن الشيء اللي أنت تبغى تسويه، بعدين طول بعمرك تحط لك خطة وتمشي عليها مثل ما يقولون، تبدأ بخطوة وبعدين خلاص تنتهي توصل اللي أنت تباه. الحمد لله. ونأخذ منك هيك رسالة إلى شيوخنا وحكامنا دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يحفظهم وعلى أكيد دائما بيسهرون الليل والنهار لتوفير أفضل راحة السبل لمواطنينا ومقيمينا. يعني شو رسالتك لشيوخنا؟ الله يطول بعمارهم، بيض الله وجوههم على نحن الحين في جائحة كورونا، ما قصروا معانا سواء كانوا مواطنين ولا مقيمين، اللهم لك الحمد، وفروا لنا كل سبل الراحة، وفروا لنا كل شيء، سواء أنا كنت أنا في يعني مسيرتي في الدراسة وفروا لي الدراسة، وفروا لي البعثة، راحة يعني الراحة. كنت في أمريكا ما أحس بالفرق، يعني لو حسينا بالغربة، ولكن اللهم لك الحمد كنا مطمئنين وأمورنا طيبة وتابعونا من نحن كنا أغلب البلاد،
فالله يطول بعمارهم، الله يحفظهم ويخليهم لنا ان شاء الله. امين يا رب. واحنا بنتمنى لك التوفيق يعني ومزيد من التقدم مهندس خليفه، وكن ضيف عزيز غالي على برنامجنا، وكل عام وانتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير. ونشكركم والله يحفظ لك والدك وتظلكم ان شاء الله خيمه لبعض. امين امين، وانتم بخير وصحه وسلامه، ونحن نتشرف بوجودنا في هذا البرنامج الممتاز. الحمد لله يعني بيض الله وجهكم على هذه المقابله الجميله، وان شاء الله توصل الفكره وتوصل الرساله اللي نحن نبغى نوصلها. شكرا جزيلا. العفو. طبعا اعزائي المشاهدين، يعني نحن اليوم في محطه الريف، ومعنا الان من احدى الزبائن في هذه المحطه. مساء الخير. مساء النور. تعرفنا بحالك؟ عمر الغيثي. سيد عمر، انت الان في محطه الريف، يعني اختيارك لهذه المحطه يعني، واكيد كثير في محطات، نتكلم عن هذه المحطه وعن الانواع والخدمات والجود اللي بتقدم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. شيء ثاني، محطتهم صراحه مكانها حلو. نعم. شيء ثاني، تعاملهم حلو، والتنظيف والشغل كل شيء اللهم لك الحمد، يعني مو عليهم دوم. وليد التعامل ومن ناحيه الامان اكيد مهم جدا، كمان من ناحيه الامان للسيارات والله صراحه مواعيدهم حلوه وخدمتهم سريعه. احمد، يعني انت اليوم في محطه الريف، يعني اختيارك لهذه المحطه وكيف تلاقي التعامل والجو؟ والله التعامل صراحه سريع، ونوع جوده الصابون، وحتى سهل الدفع عندهم بالفيزا. نتكلم شوي عن اليه التعامل مع الموظفين، كيف كانت؟ والله ممتازة. نعم، تعامل في محطات كثير يعني في هاي المنطقة يعني. لا، هني تعامل راقي وسريع في العمال، والجودة حتى تمام عندهم. صراحة هذه المغسلة ما شاء الله يعني مغسلة معروفة وشغالة من سنة 90. تمام، تم افتتاحها سنة 1990. وأكثر شيء نحن هنا انشهرنا فيه السرعة والأمانة والنظافة. طبعا بالإضافة إلى نركز على العامل اللي نجيبه بحيث أنه يكون يصلح لهذه المصلحة، لأنه هذه المغسلة ما تصلح لأي حد، لازم حد يكون متخصص. وغسيل أسعار حلوة ونظافة وناس متخصصة بهذا الشيء. يعني والموظفين عندكم متخصصين كلها من ناحية؟ نعم، كل واحد في مكانه الصح. نحن ما يعني هاي مهمة جدا، وهي يعتبر انها شغلة أمانة داخل هذه طبعاً أمانات كثيرة. طبعا وأنا سبق وقلت لك انه يخضع لدورة تعليمية، وكيف يتعامل في الشغل، وكيف يواجه إذا حصل لا سمح الله مشاكل، مع أنها نادرا، لكن إذا حصل يعرف كيف يحل المشكلة في نفس الوقت. لأنه احنا سبق يعني والتقينا في محطة يعني من ضمن هاي الأسئلة، يعني انه كان في عمليه السياره كان فيها فلوس، يعني امور ماليه، كان في تقريبا يعني نقول 600,000 داخل هذه السياره، وتم تسليمهن للجهات المعنيه وللناس المعنيين فيه. نعم. يعني تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع، شو نصيحتك لاصحابي المحطات؟ والله انا نصيحتي انه لا يصح الا الصحيح في النهايه، اهم شيء في العمل معامله، دام انت معاملتك زينه وامانتك معروفه للجميع، فانت ان شاء الله ماشي في الطريق الصح. ونحن هذا الشيء اللي نعتمد عليه، الامانه والنظافة والسرعة والعمل. اللي محتاج يغسل سيارة سواء كان في البيت أو في العمل في الوظيفة، ما عليه إلا يتصل فينا ونحن نوصله في أي مكان موجود. عندنا سيارات في أبوظبي وعندنا سيارات في العين، أسعارنا حلوة ونظافتنا معروفة، نظافة الشغل تبعنا، ومتواجدين على مدار يعني 12 ساعة و 13 ساعة في اليوم. السيارات موجودة خلال فترة من الصبح إلى الليل. كنا شوي عن هذه السيارة المتنقلة وعن هذه الأجهزة والتكنولوجيا العالية الموجودة داخل هذه السيارة. طال عمرك السيارة عبارة عن سيارة نسميها نحن فان، فيها كل ما يستلزم لغسيل السيارة من ماكينة. طبعا الغسيل ما في غسيل عادي، عندنا الغسيل في البخار، يكون الغسيل في البخار زائد البوليش، نعمل بوليش كامل للسيارة من داخل ومن خارج، زائد تلميع رنجات، زائد تلميع تواير، واكس، نحط واكس في الغسيل نفسه، مادة الواكس هذه تعطي ملمع للبودي مال السيارة يدوم مدة أسبوع. نعم. والوقت اللي بيتم للسيارة يعني غسيل السيارة، الوقت تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة تكون جاهزة السيارة الواحدة. نعم،
في عندنا احنا معاملين عروض باقات، الباقة عبارة عن غسيل خارجي زائد البوليش داخلي وخارجي وتلميع الرنجات، هذه باقة يعني عروض نحن بنسويها لكل واحد. المعدات اللي موجود يعني مختصة للسيارات، المعدات من شركة معروفة عندنا هنا في الإمارات، الشركات للمعدات اللي نستخدمها، مواد اللي نستخدمها كمان من حيث البوليش والواكس.